السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. استشهاد 7 مدنيين في تعز، بينهم صحفي، وإصابة آخرين في قصف شنته ميليشيا الحوثي. تحالف دعم الشرعية يعلن انطلاق العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. نائب رئيس الجمهورية يناقش مع قيادات والقوى السياسية جهود بناء الدولة الاتحادية. استهل النشر. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 7 مدنيين وعسكريين، بينهم صحفي، وأصيب 14 آخرون اليوم في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت منازل المواطنين في محيط معسكر قوات الأمن الخاصة بمنطقة الخيام في المعافر جنوبي محافظة تعز. ومن بين الشهداء مصور قناة بلقيس في تعز الصحفي الزميل محمد القدسي، كما أصيب مراسل قناة روسيا اليوم بشير عقلان، كما أصيب الناشط محمد مارش في القصف ومرافق له، وتدمر سيارته إثر انفجار أحد الصواريخ. ولم يصب في القصف أي من المسؤولين الذين شاركوا في الحفل الذي أقامته قيادة قوات الأمن الخاصة، حيث غادروا المعسكر مع سقوط أول الصواريخ في المناطق المحيطة بالمكان. نحن اليوم مشاركين في تدشين العام الجديد للقوات الخاصة في منطقة الخيام في الحجرية في مقر القوات الخاصة، وبحضور رفيع، وكان هناك ضيوف من وزارة الداخلية. لأول مرة تحظى تعز بكوكبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت القوات الخاصة حفلهم التدشيني للعام 2018. هذا الوفد كان برئاسة اللواء المناضل الركن علي ناصر الأخشع، ووكيلي وزارة الداخلية لشؤون المالية والشؤون الإدارية، والأقائد قائد القوات الخاصة في العاصمة عدن، وعدد من القيادات الأمنية التي شاركت أيضا من عدن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية في محافظة تعز. عقب الاحتفال أو في نهاية الاحتفال وصلت قذيفة إلى خارج أسوار المكان الحفل، وانتهى الحفل وغادر الإخوة الضيوف بحمد الله. وفي هذه اللحظات حصلت من قبل هذه الميليشيات الجبانة حقدا على زيارة الإخوة الذين مثلوا تعز، وأرادوا أن يقدموا رسالة من السلطة الشرعية ومن القيادات الأمنية والعسكرية للسلطة الشرعية أنهم مع تعز ومع بناء الجهاز الأمني لتعز ومع تحرير تعز. أعلننا اليوم أن 2018 سيكون عام التحرير وبناء الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة وإعلان تعز لتكون العاصمة الثقافية لليمن الاتحادي والعاصمة السياسية لإقليم القنات. هذا وشهد معسكر الخيامي غرب مدينة تعز عرضا عسكريا مهيبا بحضور نائب وزير الداخلية بمناسبة تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة بتعز. واستعرض الخريجون عددا من المهارات القتالية، وأشاد نائب وزير الداخلية اللواء ناصر الأخشع بالمستوى الذي وصلت إليه قوات الأمن الخاصة، مؤكدا أن الانتشار الأمني سيكون قريبا في كل المحافظات المحررة. وألقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي كلمة السلطة المحلية، مؤكدا أن أبناء تعز يعولون على هؤلاء الخريجين، وسيكون لهم الدور الكبير في حفظ أمن وسلامة المحافظة. فوق أرضي سوف أمضي، فوق أرضي
الذي تقوم به القوات الخاصة في حفظ سكينة الوطن والمواطن للمناطق والمؤسسات التي. هذا وزار وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي الجرحى الذين سقطوا اليوم جراء قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المواطنين في منطقة الخيامي في مستشفى النشمة غرب المدينة. وأعلن المخلافي عن تكفل السلطة المحلية بعلاج كافة الجرحى الذين أصيبوا في هذه الحادثة الإجرامية. نحن الآن في زيارة لمستشفى النشمة، زرنا هؤلاء الأبطال الذين تعرضت لهم قذائف ميليشيات الحوثي وصالح التي استهدفت هذا الحفل، حفل تدشين العام 2018 الذي حضره كبار 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 الضيوف من وزارة الداخلية، اللواء علي صالح الأخشع نائب وزير الداخلية. وعد عقد وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم في العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لتدشين إطلاق العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وأوضح معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل الجبيري إن المملكة العربية السعودية ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائها ستطلق اليوم عمليات إنسانية شاملة في اليمن ستترك أثرا إنسانيا كبيرا في حياة المواطنين اليمنيين. لن تقتصر هذه العمليات على معالجة الاحتياجات الإنسانية للمرحلة الحالية، حيث تتضمن العمليات مشاريع لتطوير البنية التحتية في اليمن بما يضمن زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المساعدات جوا وبرا وبحرا بشكل سريع وفعال. وقال الجبير في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربي الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض إن هذه العمليات تعكس موقف المملكة العربية السعودية الثابت في الوقوف دوما إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتوفير سبل العيش الكريم له. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة في اليمن تتضمن عددا من المبادرات وتشمل تبرعا لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب رفع قدرات البنية التحتية لموانئ اليمن استجابة لإيصال الاحتياجات الضرورية والإنسانية للشعب اليمني في كافة محافظات الجمهورية. وأكد التحالف في بيان له اليوم تقديم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساهمة بقيمة 1.5 مليار دولار لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2018 في اليمن. وستؤدي هذه العمليات إلى تحسين تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والشحنات التجارية بما فيها الوقود والغذاء وغيرها من البضائع وإيصالها لكل أبناء الشعب اليمني. وتقوم العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتحديد المساعدات الإنسانية في اليمن والعمل على الاستجابة لها، حيث تعد المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي من أكبر المساهمين في المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لليمن. وأوضح التحالف إن خطة العمليات الإنسانية هدفها تهيئة الموانئ اليمنية لاستقبال الواردات بكفاءة عالية عبر تركيب 4 رافعات إضافية قام التحالف بشرائها، 2 في المخا ورافعة في عدن ورافعة في المكلا، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في هذه الموانئ. وستتضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة إنشاء جسور جوية وبرية وبحرية لإيصال الإغاثة إلى كافة المناطق، إضافة إلى جسر جوي جديد يربط بين دول التحالف العربي ومأرب لطائرات من طراز C-130 يصل إلى 6 رحلات يوميا. وسيكون الجسر الجوي متاحا للمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات الضرورية العاجلة. وسينشئ التحالف 17 طريق عبور آمن منطلقة من 6 نقاط لضمان النقل البري الآمن للمساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل اليمن. وسيسمح افتتاح معابر الخضراء والطوال الحدودية بين المملكة
العربية السعودية واليمن بوصول المؤن إلى مناطق الكثافة السكانية مثل صعدة وصنعاء وحجة وعمران، كما سيبقى مطار صنعاء مفتوحا لطائرات المساعدات الإغاثية والإنسانية. تعمل المملكة العربية السعودية على دعم شرعية والشعب اليمني على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني، وتحرص على التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها اليمنيون جراء تداعيات الحرب الانقلابية التي شنتها ميليشيا الحوثي المتمردة. السعودية والجهود الإنسانية في سياق التقرير التالي. البنك المركزي اليمني، ها هي قافلة عطاء أخرى في طريقها إلى اليمن الذي طحنته الميليشيا الحوثية في رحى الأزمات والحروب. خطة إنسانية شاملة للعمليات الإغاثية تدشن بها السعودية الشقيقة مرحلة جديدة في مسار برامجها الإغاثية لليمن مع مطلع العام الجاري. هي خطة تستوعب في مجملها احتياجات الوضع الإنساني في اليمن وتفاقم معاناته المعيشية جراء ما تمارسه الميليشيا الحوثية من نهب واستنزاف مستمر لثروات البلاد وممارسة الحرب باعتبارها مشروعا استثماريا رابحا في أسواقها السوداء واقتصاد الدم. وكانت السعودية الشقيقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت لليمن حتى ديسمبر الماضي ما قيمته مليار دولار في حوالي 200 مشروع إنساني وإغاثي. كما تستضيف السعودية قرابة 600 ألف لاجئ يمني على أراضيها منذ اجتياح الميليشيا الحوثية لصنعاء وشنها الحرب على الرئيس الشرعي وعدد من محافظات البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة الإنسانية للبرامج الإغاثية في اليمن في التخفيف من معاناة اليمنيين مع ما ستسهم به الوديعة السعودية في دعم اقتصاد اليمن الذي تدهور إلى الصفر في ظل ميليشيا حوثية لا تجيد سوى عملين تقتل وتأكل. يتعافى الريال اليمني وتسري فيه روح الحياة مجددا لمجرد سماعه بالمكرمة الملكية السعودية والمقدرة ب2 مليار دولار وديعة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في البنك المركزي اليمني في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. نتابع. من نزعة الموت الأخيرة وعلى فراش الاحتضار في سوق العملات العالمية، يعود الريال اليمني متلمسا وجوده بعد تدهور حالته الصحية إلى حد قياسي وغير مسبوق أمام الدولار. ما إن اندلعت ثورة الشباب السلمية في فبراير 2011، كان الريال اليمني في البنك المركزي بصنعاء يتلقى من مندقية النظام السابق طلقات هدفت وللأمانة التاريخية إلى إصابته بإعاقات بالغة وتجنبت إصابته في مقتل. بعد انتقال السلطة إلى الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، كان الريال اليمني يترنح في ريح الاحتمالات في سوق الصرف، إلا أن مليار دولار أودعته السعودية في البنك المركزي منحته دفعة حياة وقوة ليصمد أمام الدولار بسعر مستقر وأقوى من ذي قبل. اجتاحت الميليشيا الحوثية صنعاء في سبتمبر 2014 ليدخل الريال اليمني أسوأ مرحلة في تاريخه وليعيش شبح الموت لأكثر من مرة، ما إن بسطت الميليشيا الحوثية يديها على خزائن البنك وتبدأ في نهبه إلى آخر الريال. نهبت الميليشيا تريليونات الريالات وكل الاحتياطي النقدي والمقدر بخمسة مليار دولار، وأصيب الريال اليمني بجلطات قاتلة وتدهورت حالته المالية والصحية حتى غدا في عداد العملات الميتة. في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس قرارا بنقل البنك إلى عدن. كان البنك خاويا على خزائنه، لكن القرار كان صائبا وضروريا برأي كثير من خبراء المال والاقتصاد. في عدن حاول البنك الناشئ على بلاط معطل من أي احتياط نقدي أن يفعل شيئا من أجل إنقاذ الريال، إلا أن امتناع الميليشيا الحوثية بتوريد إيرادات الدولة إليه إلى جانب أسباب منطقية حالت دون طموح البنك. لم تكتف الميليشيا الحوثية بنهب مركز صنعاء وإيصال الريال إلى سرير المحتضر،
فعملت على فتح عشرات محال الصرافة للمضاربة بالعملات وقتل الريال اليمني عمدا مع سبق الإصرار والترصد. ومع شهقة الموت الأخيرة للريال اليمني جاءت الوديعة السعودية الثانية 2 مليار دولار لتنفخ فيه روح الحياة وتعيده إلى الوجود وقد كانت إحدى قدميه في برزخ العدم. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اليوم عددا من قيادات وممثلي المكونات والقوى السياسية للاطلاع على المستجدات ومناقشة التطورات. وفي اللقاء اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن قيادات الأحزاب السياسية على الجهود التي تبذلها الشرعية في إنهاء الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية المكونة من 6 أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني. وأشاد نائب الرئيس بدور القوى السياسية في مساندتها للشرعية ورفض الانقلاب ووقوفها في صف حماية المكتسبات الوطنية والديمقراطية. وحث نائب الرئيس قادة المكونات السياسية على مضاعفة الجهود والتلاحم في سبيل درء المخاطر التي لا تزال تحيط باليمن واليمنيين في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وثمن نائب الرئيس موقف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في الحفاظ على الهوية اليمنية من خلال عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتي أفشلت المشروع الإيراني وحافظت على اليمن ضمن أصله العربي وحاضنته القومية والخليجية. قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن المهمة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي والتحالف العربي تحتم علينا المضي في كسب المعركة وهزيمة الميليشيا الإيرانية. وأشاد رئيس الوزراء خلال استقباله اليوم قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن وعدد من قيادات وزارة الدفاع بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة والجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأوضح رئيس الوزراء إن واحدة من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة هو بناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس وطنية تجعلها قادرة على حماية أمن الوطن واستقراره ومكتسباته. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاطلاع بالدور المنوط بها في الحفاظ على مكتسبات الجمهورية والوحدة وبناء اليمن الاتحادي الجديد. أشاد رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بالمساعي الحميدة التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعدة أسر المواطنين الذين غيبت الميليشيا الحوثية ذويهم عقب انقلابها على الدولة وتدمير البنية التحتية للبلاد. وقال رئيس الوزراء خلال استقباله اليوم رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت إن الحكومة الشرعية تولي ملف المعتقلين أولوية كبيرة. وأوضح رئيس الوزراء إن الحكومة الشرعية أطلقت سراح ما يزيد عن 300 سجين منذ أن فعلت الدولة عمل المحاكم والنيابات العامة والقضاء للقيام بدورها في المحافظات المحررة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه أبناء الشعب اليمني كافة عرضت للوكالة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى عملية تبادل للأسرى بنسبة 100% ودون تحفظ، إلا أن ميليشيا الحوثي لم تكترث لهذا العرض ونتائجه الإيجابية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن التطورات الميدانية في اليمن تثبت أن الحوثيين ليسوا شركاء جادين في عملية السلام. جاء ذلك في جلسة المباحثات المشتركة التي انعقدت اليوم في العاصمة الروسية موسكو بين وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وعرب المخلافي عن تقدير القيادة السياسية لمواقف روسيا الاتحادية في دعم الحكومة الشرعية ومواجهة التمرد الانقلابي ودعم جهود استعادة الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعبر إطار الأمم المتحدة. وجدد الوزير المخلافي تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 ومرجعية الحل المتوافق عليها. من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية
وقال لافروف إن هدف روسيا هو تحقيق السلام في اليمن والحفاظ على سيادته ووحدته وسلامة أراضيه. قتل 5 من خبراء زراعة الألغام البحرية من الميليشيا الحوثية على يد وحدة من التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية 6. وقال مصدر عسكري إن 4 زوارق تابعة للتشكيل البحري اشتبكت 10 من صباح اليوم مع 3 زوارق بحرية تابعة للميليشيا الحوثية المتمردة أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة وساحل ميدي. وأضاف المصدر إن القوة البحرية تمكنت من إحراق إحدى الزوارق وعلى متنه 3 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل 2 على متنه وأسر عنصر آخر، فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار. وأشار المصدر العسكري لأن العمل جار لنزع تلك الألغام بصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة، وكذلك لقربها من خط الملاحة الدولي وكذا خطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر. قال العقيد توفيق عبد الملك إن الميليشيا في كل محاولة لها تفشل في أي اختراق لمواقع الجيش في الجبهة الشرقية بتعز. وأكد في تصريح لقناة سهيل إن معنويات الجيش الوطني والمقاومة مرتفعة وتتأهب لاستكمال عملية التحرير الكامل. نتابع. بحمد الله سبحانه وتعالى تسير المعارك وجبهات القتال بخطوات ثابتة ومتئدة. رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معنوياتهم عالية ومرتفعة، ينتظرون لحظة التحرير الشامل لهذه المدينة المحاصرة. هناك خطط للتحرير، هناك حشود كبيرة جدا تشنها تقوم بها الميليشيات في جبهات القتال المختلفة لاختراق أي ثغرة والتسلل من أي موقع إلى جبهات القتال والنفاذ إلى هذه المدينة الصامدة الثابتة التي لن تستطع كل الميليشيات برغم كثافة الهجمات، برغم كثافة القصف العشوائي الذي يطال المناطق السكنية ويطال الجبهات، لا سيما في الأيام الماضية كثفت ميليشيات الحوثي من القصف المدفعي على كافة الأحياء في هذه المدينة، ومع ذلك تعز كلها صمود وجبهات القتال كلها ثبات، ولن تستطع الميليشيات أن تتقدم بإذن الله خطوة واحدة. تشن اللواء 117 اليوم العام التدريبي الجديد 2018 بعرض عسكري شمل قوات اللواء وقوات الأمن الخاصة لفرعي البيضاء ورداع في معسكر أمريش بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب. وأكد قائد محور البيضاء قائد اللواء 117 العميد ركن عبد الرب الأصبحي إن الجيش الوطني أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى قادر على أداء مهامه القتالية ضد أعداء الوطن الذين عاثوا في الأرض الفساد وعبثوا بمقدرات الدولة التي سطوا عليها ونهبوا كل مؤسساتها وأفرغوها من محتواها. وقال الأصبحي إن القوات الخاصة جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لانطلاق تحرير محافظة البيضاء في حال صدرت الأوامر بذلك. من جهته أشاد وكيل أول محافظة البيضاء العميد خالد العواضي بالأداء المتميز لمنتسب اللواء 117 وقوات الأمن الخاصة لفرعي البيضاء ورداع. وأكد العواضي إن الجيش الوطني والأمن هم الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الميليشيا المتمردة. قالت مصادر محلية في مديريتي دمت والرضمة إن عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا قتلى وجرحى في معارك جبهة حيس في الساحل الغربي. وقالت المصادر إن من بين القتلى الحوثيين 7 أشخاص من قرية تربة عمار في مديرية الرضمة بمحافظة إب وآخرين من منطقة دمت ومريس، فيما لا يزال مصير 6 آخرين من قرية بيت الحنش مجهولا حتى اللحظة. وأشارت المصادر إلى أن من بين القتلى القيادي الحوثي أبو طه من محافظة عمران، وهو المشرف الأمني للحوثيين في المحافظة منذ بداية الحرب على الضالع. قال مصدر في مقاومة الزرانيق بمحافظة الحديدة إن مقاومة الزرانيق في الساحل الغربي بقيادة العقيد سليمان يحيى محمد منصر تحركت لتأمين خط الخوخ المخا بتنسيق مع الجيش الوطني وقوات التحالف العربي.
وقال العقيد سليمان منصر إن أبناء الزرانيق يشكلون رافدا جديدا للجيش في جبهة الساحل الغربي، ويتمتع رجالها بمعنويات كبيرة لتحرير التهامة من براثن ميليشيا الحوثي التي دمرت قرى في الزرانيق وأحرقت منازل المئات من السكان وشردتهم وزرعت الألغام في مزارعهم، مشيرا إلى أن يوم التحرير بات قريبا لاستعادة الأرض وكنس هذه الميليشيا من أرضنا وقرانا واستعادة الحديدة إلى حضن الدولة والشرعية. نشرتنا مستمرة وفيها وصول طائرتي مساعدات إغاثية سعودية إلى مأرب، افتتاح معرض صور لمسيرة حياة الفنان أبو بكر في حضرموت، تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال خلال الأسبوع المنصرم من ذات الشهر، وذلك استمرارا لحالة الانهيار المتسارع الذي تعيشه الميليشيا منذ أكثر من شهر. تفاصيل في التقرير التالي. تتواصل خسائر ميليشيا الحوثي البشرية والعسكرية في مختلف جبهات القتال، وهذا رصد لأبرز خسائرها خلال 8 أيام بدءا من الجمعة 13 من يناير الجاري وحتى الجمعة 19 من ذات الشهر. مقتل 117 عنصرا من ميليشيا الحوثي بجبهة ميدي وإصابة العشرات، بينهم 4 قيادات ميدانية لقت مصرعها، إضافة لأسر 3 آخرين بينهم القيادي الميداني سمير القهاني. تدمير 2 عسكريتين و3 دوريات مسلحة وشاحنة سلاح متوسطة في جبهة ميدي. مقتل القيادي الحوثي يحيى حسين العياني مع 5 من القيادات الميدانية الحوثية في غارات لطيران التحالف العربي استهدفت تجمعهم شرق مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وفي جبهة صعدة قالت إحصائية نشرها الجيش اليمني إن ما لا يقل عن 100 من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في المواجهات المختلفة، ومن بين القتلى 4 قيادات ميدانية فضلا عن جرح وأسر العشرات في منطقة كتاف. أسر الجيش الوطني ل34 من عناصر الميليشيا في البقعة. تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية و5 أطقم مسلحة للحوثيين وشاحنة سلاح متوسطة دينا. استعادة الجيش الوطني مخزنا للأسلحة كان بأيدي الميليشيا. وفي جبهة تعز تحدثت المصادر عن مصرع وإصابة حوالي 30 حوثيا موزعين بين الصل والمدينة وجبهة الشقب، 8 منهم على إثر خلاف بين أفراد الميليشيا وبعضهم بألغام زرعتها الميليشيا سابقا، ومن بين القتلى القيادي الميداني المدعو إبراهيم الحاكم. أما معارك البيضاء فأسفرت عن مقتل 15 حوثيا وإصابة أكثر من 20 إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريب في مديرية رداع، فضلا عن تدمير عدد من الأطقم العسكرية وعليها أسلحة وذخائر نتيجة الغارات. مصرع 3 من ميليشيا الحوثي في مواجهة مع الجيش بالقريشية وأسر 5 آخرين. في إطار الإعداد والتأهيل لمنتسب الجيش الوطني دشن العام التدريبي القتالي في اللواء 83 مدفعية في مريس بمحافظة الضالع، وذلك بحضور قيادات السلطة المحلية بالمحافظة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بخطى حثيثة وثابتة تسير قيادة الجيش الوطني نحو استكمال إعادة بناء الوحدات العسكرية. هذا الجيش المعول عليه استكمال تحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. تدشين العام التدريبي والقتالي جزء من هذه المهمة هنا في محافظة الضالع، وبحضور وكيلاء المحافظة فضل القردعي وأحمد البلعسي، وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية. دشن اللواء 83 مدفعية عامه التدريبي. ندعو من هذا المكان التحالف العربي وفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى دعم جبهة مريس حتى خلال النصر والانتصار على قوى الظلام والمد الحوثي الإيراني. عرض عسكري قدمته وحدات رمزية من أفراد اللواء عكس مدى الجاهزية والمهارات القتالية التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني،
وأن العام 2018 بالنسبة لهم هو عام الانتصار على ميليشيا الإرهاب الحوثية في كل الجبهات وإسقاط الانقلاب للأبد. وقاتلنا بلا خبرة، توجهنا إلى الميدان، توجهنا إلى التدريب من داخل مطارسنا، تدربنا، تخرجنا وحوش الغابة النمران، جنودك يا وطن والدم جدرابه، وضحينا بفضل الله وانقاده، بنينا جيش ما يهتان، بنينا جيش ذي يحفظ كرامتنا وعزتنا. أفراد الجيش الوطني في الضالع وهم يعاهدون الله والوطن وقيادته السياسية بالوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم، أكدوا أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن، وأن الوطن في حدقات أعينهم، وأنهم لم ولن يسمحوا لميليشيا الكهنوت الاستمرار في العبث بمقدرات الشعب بعد اليوم. ليالي البر حالكة السواد، مع كر وفر في النجاد، أحب إلي من عذراء ودود ألاعبها على ظهر الوساد، لأني عاشق صب ولوع وحب الحور فطت لي كبادي. تدشين العام القتالي والتدريبي في مناطق المواجهات يعكس وبلا ريب مدى الأهمية البالغة التي توليها قيادة الشرعية والخطى المتسارعة لاستكمال بناء جيش وطني لحماية الوطن ومكتسبات الثورة اليمنية والحيلولة دون الارتداد عنها. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع. عقدت اللجنة المركزية وقيادة الفروع لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعها الاستثنائي، واتخذت عددا من القرارات الهامة الخاصة بإعادة ترتيب أوضاع الحزب واستئناف نشاطه وانتخاب قيادة مؤقتة، حيث انتخبت أشرف علي محمد رئيسا للجنة المركزية للحزب بهدف الإعداد للمؤتمر القطري الخامس. كما اتخذت اللجنة المركزية وقيادات الفروع عددا من القرارات بحق عدد من المخالفين للنظام الداخلي للحزب بالإجماع الحزبي. وأكد بيان صادر عن الاجتماع على وقوف الحاضرين صفا واحدا لمواجهة قوة التمرد والانقلاب، وعلى استمرارية الوقوف مع الشرعية ممثلة بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر. كما أكدت اللجنة المركزية الوقوف في خندق واحد مع أبطال الجيش الوطني من أجل استكمال التحرير وإعادة الشرعية، والعمل مع جميع القوى السياسية المؤيدة للشرعية من أجل تعزيز الثقة والخروج بالوطن إلى بر الأمان. وتقدمت اللجنة المركزية بالشكر والعرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لما تقومان به من تقديم العون سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي والسياسي. طبعا موقفنا من الشرعية موقف واضح من أول لحظة، وده ما ذكرت لك بالبيانات هذا، وموقفنا من مخرجات الحوار الوطني المبادرة الخليجية وعائلتها المزمنة القرارات الدولية قرارات مؤتمر الرياض وكل الإجراءات اللي اتخذتها الشرعية ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء. وأكدنا في البيان على ضرورة مواصلة الجهود والخدمات للمواطنين وصرف مرتبات القوات المسلحة والأمن وبقية القطاعات المدنية وبالذات في المحافظات اللي لم تصلها الرواتب. ونحن هنا من أجل تصحيح مسار الحزب ودحر الانقلاب ومطالبة رئيس الجمهورية من أجل استكمال التحرير. الكلمة اللي حول هذا الموضوع أن بعض الكوادر الذين انضموا للانقلاب تم الاجتماع اليوم وأصدر قرار بفصل وإحالتهم للجنة التحقيق والفصل من الحزب. يعني أشكر الحاضرين اللي حضروا وشاركوا معنا في هذا الاجتماع الاستثنائي من أجل النهوض بحزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي وإعلان تأييدنا واستكمال إجراءات تأييدنا للشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. نشكر الجميع لتواصل الجهود وبذل المزيد من الجهود لدحر الانقلاب الذي تقودها إيران في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والبلد، وإن شاء الله أننا نتمنى أننا نتحسن الظروف وتحرر المناطق المتبقية من ظل الاحتلال
المجوسي والميليشيات التابعة للحوثي. جينا تفعيل دور حزب البعث على مستوى القطرين تمام، في وداعم أكيد للشرعية تمام من الأول، ونحن خاصة في محافظة الحديدية رغم أن المسيطر عليها سيطرة تامة الحوثي، لكن قلبا وقالبا مع الشرعية. زار مدير عام قناة سهيل الفضائية الدكتور محمد زبار اليوم رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن طاهر العقيلي في أحد المستشفيات بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بانفجار لغم أرضي في الجوف. وأشاد زبارة بتضحيات أبطال الجيش الوطني جنودا وقيادة وما يسطرونه من تضحيات في سبيل استعادة الدولة اليمنية ونهاية انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. اللواء العقيلي بدوره أشاد بتواجد قناة سهيل في الميدان وتغطيتها لمختلف انتصارات الجيش الوطني وإبراز انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين. وصلت طائرات سعودية في محافظة مأرب إلى محافظة مأرب تحمل مواد إغاثية للنازحين والمتضررين من حرب ميليشيا الحوثي على المحافظة. وهبطت الطائرات في صافر، حيث أعد مهبطا لنزول الطائرات الإغاثية قبل أيام. العمليات الشاملة التي تتكون من 3 جسور إغاثية، منها جسر جوي يومي من الرياض إلى مأرب عبر 4 طائرات تحمل كل منها 10 أطنان من المواد الإغاثية ولمدة 8 أيام. من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن جراء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، شهد مطار صافر بمحافظة مأرب تدشين جسر جوي من المواد الإغاثية والإنسانية قادما من مملكة الخير والعطاء للشعب اليمني، وذلك ضمن خطة العمليات الشاملة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح قال في تصريح لوسائل الإعلام إن هذه المساعدات الشاملة تأتي ضمن الدور الإنساني الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني والذي سيخفف من معاناة اليمنيين. المعونة السعودية التي تقدم للشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، هذه المعونة من الجسر من الطيران تقدم لمن تم تشريدهم من الميليشيات الحوثية الإيرانية في محافظة مأرب والمحافظات أيضا المحررة. اليوم يدشن ملك العزم والحزم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية هذه المعونات. اليوم 3 منافذ، المنفذ في مطار صافر، والمنفذ الآخر منفذ الوديعة، والمنفذ الثالث هو منفذ الخضراء. مندوب مركز الملك سلمان أكد أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي تدشن عبر سرب جوي وبري تحتوي على مواد غذائية وطبية ومشتقات نفطية لتلبية احتياجات الشعب اليمني. المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان تنفذ اليوم خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وهي عبارة عن جسر جوي بين الرياض ومأرب، 4 طائرات يومية تصل تباعا إلى محافظة مأرب محملة بالمواد الغذائية التي تتناسب مع الشعب اليمني، وهي يعني كبيرة جدا، وتعتبر السلة الغذائية المقدمة هي الأكبر من نوعها، 74 كيلو سعة السلة الواحدة التي ستصل إلى الأسرة. ليس غريبا على مملكة الإنسانية مثل هكذا مواقف. بالأمس لبى الداعية الأخوة والعروبة لنجدة الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وها هي اليوم تؤكد أنها إلى جانب الشعب اليمني حتى استعادة الدولة ومؤسساتها وإعادة اليمن إلى حضنه العربي. خليل المليكي، سهيل، مأرب. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ووزير الثقافة مروان دماج اليوم معرض صور ضمن فعاليات مهرجان تأبين الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه، ويضم المعرض 85 لوحة لأهم المحطات التي تحكي حياة الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه وذكرياته في عدد من مراحل عمره سواء داخل الوطن أو خارجه، ولقطات نادرة مع الفنانين اليمنيين والعرب وكبار مسؤولي الدولة، إضافة إلى لقطات مع أفراد عائلته
وألبومات من مشاركته بالصحف والمجلات والشهادات التقديرية التي تحصل عليها. حضر التدشين وكلاء حضرموت لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي لشؤون الصحراء ومحمد الصيعري وعدد من مدراء عموم المكاتب والهيئات الحكومية وأقارب ومحب وأصدقاء الفنان بالفقيه. نقل الأغنية الحضرمية ونقل الأغنية اليمنية ونقل وشارك في 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 تطويرها سواء في حضرموت أو في صنعاء، فن الغناء الصنعانية، فن الغناء اللهجي، فن الغناء اليافعي، هو ساهم في تطوير الأغنية اليمنية بشكل عام والأغنية الحضرمية بشكل خاص. وتجربته الفريدة مع الشاعر أبو بكر المحضار هي تجربة، هذه الثنائية التي تتكرر وتصنع المعجزات في مجال الغناء وفي مجال الفن، عندما تلتقي هامتان كبيرتان مثل وموهبتان فذتان وخالدتان مثل أبو بكر وحسين أبو بكر المحضار، تتحقق معجزة في الفن ومعجزة في الغناء. أبو بكر لم يساهم في تطوير الأغنية الحضرمية فقط، وإنما في تقديري في تطوير الأغنية العربية وتجاربه مع الفنانين العرب وتجاربه في الخليج، هي تجارب عميقة وغنية وكبيرة. رحم الله الفنان أبو بكر سالم بالفقيه، شكرا جزيلا. ناقش محافظ محافظة شبوة اللواء الركن علي راشد الحارثي مع فريق من مكتب منظمة الأمم المتحدة بعدن أبرز الاحتياجات الملحة للمحافظة في الجوانب الإنسانية بعد أن تم تطهير كامل أراضيها من ميليشيا الحوثي المتمردة. وبحث اللقاء سبل فتح قنوات تواصل وتنسيق فاعل بين المحافظة ومكتب المنظمة الدولية في عدن من أجل الاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية في المحافظة، خاصة في مديرية بيحان والتدخلات العاجلة التي تحتاجها إلى الجوانب الإنسانية المختلفة. وعبر الحارثي عن أمله في التدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية لإغاثة المتضررين في المحافظة من أثار وتداعيات الحرب في مختلف الجوانب الإنسانية. في إطار متابعتها لأوضاع النازحين من محافظة الحديدة إلى محافظة أبين، زار رئيس مؤسسة تهامة للتنمية محمد سالم حزر مخيم النازحين في منطقة القرنعة بمدينة الكود بمحافظة أبين، واطلع على أوضاعهم المعيشية والإيوائية. وناشد حزر المنظمات الدولية والمحلية وأهل الخير إلى المسارعة في إغاثة النازحين بالمواد الغذائية والإيوائية والطبية. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. استشهاد 7 مدنيين في تعز بينهم صحفي وإصابة آخرين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية. تحالف دعم شرعية يعلن انطلاق العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. نائب رئيس الجمهورية يناقش مع بعض قيادات القوى السياسية جهود بناء الدولة الاتحادية. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.